تصل الحقولة. تاني مكان هنبدأ القصة بتاعتنا. في كل صباح يذهب الولد مع أبيه إلى الحقل لزراعة الأرز، وهنكمل القصة كالآتي: هيا يا بني لكي نذهب إلى الحقل ونسقي زرعنا. حسنا يا أبي، سأزيل الجسر لكي أسقي الزرع. فوجد الطفل بطة تركض على بيضها فوق الجسر. أبي أبي، لقد وجدت بطة تركض على بيضها، فماذا نفعل؟ ذهب الأب مع ابنه لكي يرى البطة. حسنا يا بني، هذه بطة. نعم يا أبي، فأنا لا أريد أن أزعجها. هذا شعور طيب، علينا أن نفتح جسرا آخر لكي نسقي زرعنا. هيا يا أبي لنفتح جسرا.